وتشارك دولة الكويت احتفالات اليوم الوطني 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال جناحها في أكسبو 2020. تجسد هذه المشاركة عمق العلاقات الأخوية الصادقة بين البلدين الشقيقين التي تنطلق من روابط الدم والتاريخ ووحدة الهدف والمصير المشترك. احتفاء باليوبيل الذهبي لليوم الوطني 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إكسبو دبي 2020 لجميع أجنحة الدول المشاركة، حيث تضمنت الاحتفالات العديد من الفقرات والأنشطة. نحتفل اليوم بمناسبة العام 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونبارك لهم بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا. نحن نشهد على هذه المرحلة، وبإذن الله نشهد لمرحلة مقبلة بمزيد من الإبداع والابتكار والإنجاز لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. حقيقة أنا سعدت اليوم في اليوم الوطني لدولة الإمارات في اليوبيل الخمسيني للإمارات أن يكون في جناح الكويت، الجناح المتميز. كويت جديدة وفرص جديدة للاستدامة. حقيقة هذا اللي شفناه نحن من جناح الكويت المميز، وبوجود يعني الجمهور الكثيف هذا اللي يعجز الإنسان. الكل فرحان من أجل الإمارات، الكل فرحان بزيارة جناح الكويت والأجنحة اللي موجودة هنا. شكرا للجميع. الإمارات فرحانة فيكم وفرحانة بأهل الكويت وفرحانة بالجمهور كله. الله يعطيكم العافية. 50 عاما من قصص النجاح والإنجازات، خالص التهاني والتبريكات لحكومة وشعب الإمارات الشقيق، متمنين لهم مزيدا من الإنجاز والتقدم. وتجسد هذه المشاركة عمق العلاقات الأخوية الصادقة بين البلدين الشقيقين التي تنطلق من روابط الدم والتاريخ ووحدة الهدف والمصير المشترك. في البداية أول شيء نحب نرحب فيكم ونبارك حق دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حبايبنا وإخواننا، ونقول لهم كل عام وانتم بألف خير، وحياهم الله عندنا بجناح الكويتي. ومثل ما انتم شايفين ما شاء الله اليوم يعني الوضع عندنا يعني مزدحم، والناس حابة تدخل وتتعرف على جناح الكويتي. شاركت دولة الكويت دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالات عيدها 50، هذه اللحظة التاريخية الفارقة في مسيرة الدولة وقيام اتحادها، بإرادة عظيمة وحكمة تحلى بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. يوم استثنائي في جناح دولة الكويت في إكسبو دبي 2020 احتفالا باليوبيل الذهبي والعيد 50 لدولة الإمارات العربية الشقيقة من أمام جناح دولة الكويت. فاطمة العميري لتلفزيون دولة الكويت.